السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين المتابعين كايرو لايف قناه القاهره 24، مع حضراتكم احمد صلاح مراسل محافظه الشرقيه. احنا الان موجودين مع حضراتكم بننقل لحضراتكم تفاصيل جنازه طفلين اسلام ورحيم، طفلين مركز ومدينه بلبيست، يعني قريه كفر ايوب، يعني اهلها عايشين وسط حاله من الحزن شديد. المئات يشيعون جنازه الطفلين وسط حاله من الحزن. بدايه الواقعه عندما يعني لقوا الطفلين في ترعه كفر ابو نجمه تبعت حاله من الحزن الشديده يعيشها اهالي قريه كفر ايوب التابعه لدائره مركز ومدينه بلبيس اثناء تشييع جثماني الطفل رحيم واسلام البالغين من العمر 5 سنوات و6 سنوات بعد غيابهم اهلهم الصبر والسلوان. المتوفيان الام بالتحديد يعني في ترعه كفر نجمة التابعه لدائره مركز ومدينه ابو حماد في حاله تحلل بعد غيابهم لمده اسبوع عن منزلهم، والان وسط حاله حزن شديده من اهل مدينه ابو حماد بعد غيابهم لمده اسبوع. يعني بدايه الواقعه دي عندما وصل بلاغ الى مديريه امن الشرقيه بالعثور على جثتي طفلين، طفل يدعى رحيم السيد حسن 6 سنوات واسلام السيد حسن 5 سنوات في ترعه بعد العثور على جثمانهم بعد اختفائهم اسبوع عن منزل اسرتهم، ويعني بعد تحديد بعد العثور عليهم في ترعه كفر النجم التابعه لدائره مركز شرطه ابو حماد في حاله تحلل. ويعني الآن تشييع جثماني الطفلين في حالة حزن شديدة بين أهالي قرية كفر أيوب التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس. حالة من الحزن شديدة يعني أطفال وكبار أثناء تشييع جثماني الطفلين. ربنا يا رب يصبر أهلهم ويلهمهم الصبر والسلوان يا رب.